المهندس عموما هو اللي يقدر يحول اي نظريه بياخدها او بيدرسها لواقع يقدر يطبقه. ممكن يكون الموضوع بصوره معقده، ممكن تكون الموضوع بصوره سهله، المهم اللي انت بتتعلمه تاخده وتنفذه في ارض الواقع. الكليه مش ممكن ما تحلكش ان انت تنفذ اللي انت بتتعلمه في ارض الواقع، بس انت لو اجتهدت ووزنت بين مذاكرتك وبين شغلك وبين انت فعلا جاي عايز تتعلم عايز مهندس بينتج، ساعتها ممكن تعرف بابسط الحاجات تعمل حاجات يعني كويسه جدا. هنا مثلا احنا كان عندنا دراسه في مادتنا ان احنا ازاي نوصل لينكات مع بعضها عشان نكون ميكانيزم، وكان الطلب مننا مشروع عليه 5 درجات بيكون بسيط، اي ميكانيزم ملوش اي وظيفه بس ميكانيزم ليه شكل معين بحيث ان احنا ناخد 5 درجات بتوعنا. احنا قلنا طب احنا كده كده هنشتغل، فليه ما نقومش مطورين في الميكانيزم بتاعنا؟ ليه ما نخليهوش تقريبا يبقى حاجه زي الماشين؟ ليه ما ندخلش فيه حاجات بندرسها مع مواد تانيه حتى لو المواد دي احنا درسناها من زمان؟ يعني هنا مثلا دخلنا فيها هيدروليكس، مجرد ميكانيزم عباره عن لينكات وصلناها ببعضها وعملنا المسامير بتاعتها الجوينتات بتاعتها، ومع شويه حقن قدرنا ان احنا نعمل مجسم هيدروليكس. مثال الشرح دلوقتي احنا بابسط الحاجات وبتكلفه تكون يعني تكاد تكون غير مذكوره قدرنا ان احنا نعمل ميكانيزم لحاجه نستخدمها جدا في حياتنا اللي هو الكرين الرافعه، لو احنا ركبنا هنا مغناطيس هتبقى نفس فكره الرافعه بالظبط وبتكلفه بسيطه جدا. فالمهندس هو اللي يقدر يحول النظريات اللي هو بيدرسها من كلام بحت ومن فيزياء بحت ومن رياضه بحت لمشروع يقدر ينفذه بايديه.